مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة أسديف. كي نقولوا أسديف يعني أسطيف. أسطيف اللي معروفة بجمال بارك مول. بارك مول هو اللي زايد النص في مدينة أسطيف، واليوم بارك مول راهو تزين بأحلى وأبهى مقهى من مقاهي مدينة أسطيف اللي راح نشوفوها اليوم ونتعرفوا عليها. هذه المقهى تخدم كل شيء، تخدم الميلفاي، تخدم الجاتو، تخدم الساك، تخدم البيتزا، تخدم الجي، تخدم كلش. والشيء المليح في هذا المقهى ان الاسعار ما كانش ديفيرونس ما بينها برا على البارك مول وفي البارك مول بالذات. يعني رايح تجي انت والاهل تاعك تحكم طابله تقعد راح تكونسومي فور فور فور، ما كانش ديفيرونس ما بين انك تستحويت برا. خليكم هذه المفاجأة وراح نشوفوا معها اليوم افتتاح تاعها بيوم الجمعة، وإن شاء الله تكون جمعة مباركة علينا وعليهم إن شاء الله. شاهدوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى. راهو معنا ضيف وضيف ليكم أنتم، تسمى خويا حبيبي عبد الرحيم، فنان كبير عرضناه اليوم وحبيناه يكومباري بيسك. عبد الرحيم حضر معايا القهاوي اللي حلهم 5 ستار في سطيف هنا في العرشة وفي بجاية، وشاف لي بري، شاف خدمة، شاف رايحين نسقسيوه واش من ديفيرونس روماركا هنا، ويقول لنا على لي بري تاعو. عبد الرحيم مرحبا بك في 5 ستار. وش رايك في الاوفرتور تاع اليوم؟ يعني السلام عليكم، الله يسلمك على الاستضافه خويا هاني، وبالبركه على خونا عبد الغني هذا المولود الجديد في البارك مول. وش راح نقول لك، يعني انا حضرت لي زوفرتور بارتي، وثم حضرنا في بجايه، حضرنا ثم عبد الغني وين يروح يخلي اللمسه تاعو، يعني كل البري تاعو هابط. ثم بارابور لوندرو اللي راهو فيه، بارابور ليبري اللي راهم يدوروا هنا، عبد الغني هو ثم الاقل سومه.
مشاهدينا الكرام راح نبوزيو بعض لي كيستيون لمدام على فايف ستار. اسكو فايف ستار هي مقهى يعني دير غير القهاوي ودير لوجي ودير ولا دير حاجه واحده اخرى؟ لا لا دير حاجه واحده اخرى، دير البيتزا، دير لي تاكوس، دير لي كريب، دير بانكيك، دير لي بلا. ايه لي بلا عندنا كلش، عندنا الري، عندنا لي سوب، عندنا صافي. دير رايحه للريستوراسيون ثاني فوالا صح. وهذا وهذا لوندرو يعني هذا التيراس اللي رانا قاعدين فيه وهذا وهذه الحطه اللي انزادت في مدينه الصيف، يعني واش تنصحي يعني العائلات الصيفيه يعني نصح بهم يجيو؟ مرحبا بهم، ما يخافوش من لي بري، راهم بري غيزونار. قلنا في الحطه اللي دارها عبد الغني سرمو. الله ما شاء الله يعطيه الصحه، وهذا سي تان بليزير والحمد لله، هذه سي تان بليس للصيف ولينا كل ان شاء الله ما شاء الله يعطيه الصحه. هضر الزينه الناس اللي تعرف تهضر، قال لك سي تان بليزير، سي تان بليس لينا والصيف، يعني الصيف كاينين ولادو اللي راهم يحبوه اللي راهم قاعدين ينفيستيو فيه. ولي بري يعجبوك منير؟ يعني لي بري الاسعار في متناول الجميع، الناس الكل تقدر تجي تخلص عادي جدا، ما كانش حاجه زايده وما كانش حاجه غاليه. كل شيء ما شاء الله، والله غير ما شاء الله يقدر اي واحد يجي. السلام عليكم، يعطيكم الصحة. واش نقول لكم، أنا كليون فيدال تاع فايف ستار. فايف ستار مقهى الفنانين، أنا نسمى كي يجيونا ضياف نجيبوهم هنا وحنا ما عندناش وين نريحوا فيها. مقهى يعطيكم الصحة، اسمها بمعايير تاع مقهى، يعني اسباس فيرمي، اسباس اوفير، اسباس فيمير، اسباس سما تقدر تجيب لافامي تاعك فاميليال ما شاء الله، وميم طون في بلاصة كيما هذه في بارك مول تاع ستيف. صافي بليزير، يعطيكم الصحة، نتمنى إن شاء الله يكون إن شاء الله افتتاحات أخرى لهذه السلسلة تاع فايف ستار. شكرا. مدام واش قولينا في لي بري لي كونسوميتي بهم هنا؟ سلام، ديجا سي ان بور هازار كوني فوني بروندر لو كافي او بارك مول، اي سا تومبي فريمون بيان باسكو سيتي لينوغوراسيون de cet endroit qui est vraiment magnifique, et très surpris par contre en caisse parce qu'on a pris quand même un cappuccino, un café, il y avait 2000 feuilles et on a pressé, voilà, et franchement les prix très 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 abordables et c'est très bon.